خلينا نبدأ على طول أستاذ جمال، استبعاد إمام عاشور صحيح؟ صحيح طبعا 100%. إمام عاشور عنده هزة غريبة وعنده توتر غير مفهوم وقلقان، ويعني هو بيمر بظرف أنا أعتقد أنه نفسي أكتر منه فني، لأن مش هنختلف على إمام عاشور في موهبته وكورته وسنه، عنده مميزات كتير قوي. يعني اللعيبه الواعدين انه من بدري قوي ما شفناش لعيب في وسط الملعب بيسدد على المرمى بتقنيه عاليه زي امام عاشور، ومهارته ما حدش يقدر يقتنع، انما هو في ظرف نفسي بيمر عليه. الظرف النفسي ده بقى لازم بسرعه يخرج منه هو، لان احيانا كثيره لعيب الكره النجم اكتر حاجه بتاثر عليه ها رحلة اليوم بتاعته. رحلة اليوم بتاعته وتقسيمها ونظامها بيفرق معاه كتير.